قالت إحداهما يا أبت استأجر تأجر الزول ده إن خير من استأجرت القوي الأمين. وده الصفتين لأي زول أنت داير تشغله شغل القوي الأمين. وبشرك بتلقاهم بالساحل فتش غايتهم والله إن عندك أي شغل فتش وكان لقيتهم تعال وريني ما بتلقوا بالساحل ليه. إن خير من استأجرت القوي الأمين. أبوه قال لا كيف عرفتي؟ قالت له حمل الصخرة التي لا يحملها إلا العشرة معناه قوي بيعرف شغلته. وقالوا بعدين سقى لهم من دل واحد بهايمة كلها بدل واحد سقى كلها ديلك ما بشيله حبة حبة لأنه ما عندهم مروة يجره وهو قوي دل واحد سقى البهايم كلها. عشان كده قالت له القوي والأمين لما جات موصلة وقال لها أمشي وراي وأنا بمشي قدامي عشان ما ينظر للمرأة وهي ماشية قدامه وبتوصف له الطريق بالحجر. لا هسه أنت كان جيت في مجتمعنا ده ومرة بتوصف لك بحجر والله يعملوا فيك مسرحيات. لا إله إلا الله يقول لك معقول يا أخي للدرجة دي يا أخي ما تقول لي يمين ولا شمال بحجر لا يعملوا فيك عملية. فرجل قوي وأمين ما تكلم مع أصله كلام كده ولا كده. وبعدين لاحظوا من يعني فراسة هذه المرأة ومن فهمها الدقيق استدلت على أمانة موسى بأحداث كانت بعيدة من مرأة أبيها. ودائما الزول لما يكون بعيد بتفهم حقيقته لكن لو جه قدام ده ما أبو البيت الدار يخطبها لو جه قدامه ممكن يتفنجر ويتفهلو كده ما دي طبيعة البشر كده. السيدة لو جيت قدام أبو المخطوبة بعدين دار توريه شطارتك وفلاحتك يا زول انت بتعمل حاجات ممكن خارقة للعادة لو فكوك براك ممكن تعملها ما ده قدامه لابد تصهر بمصهر رائع جدا. واحد قالوا البنات نادنوا ايام المناسبة قالوا له تعال شيل لنا الحلة الحلة بشيلوها مليانة سليقة ولا شوربة ما بشيلوها بقطعة بهنا جاء طوالي بيده وشال الحلة وخدتها هنا البنات زغرت اللي شالها كبافي راسه. في ناس بتفنجروا كده لكن دي كلها ما بتعتبر دليل انت تستدل به على صدق الزول او على يعني امانته. لا 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 ما ده قدامك طوال استدلت لي بالحياة الوراء هناك برا لانه الموضوع هناك ما كان في موضوع خطوبة ولا زواج ولا في اي حاجة جالي قام دايين يسقوا بهاي منسق اليوم بس ده يا اخواننا من فراستها.